Hello everyone, this is the best way to train football from start, and we have to make fun also and joke and laugh, of course. We start now. We start like this, very slow to warm up. نحمي نفسنا هيك. تحمي الجسم. تحمي الجسم. هيك. هيك طريقة سهلة. واحد وبرجل. واحد اثنين وبالرجعة كمان هيك. هالعمود يتعودون الأطفال يلعبون شوي هيك شوي شوي هيك ثالثة هيك 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 تحماي من الصفحة لذيك الصفحة. هاي أول شيء على مهلة، واحد ما لازم يضغط على الأطفال من أول مرة. هيك كم مرة هيك من بوكان لبوكان هيك 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 تحماي من الصفحة لذيك الصفحة. هاي أول شيء على مهلة، واحد ما لازم يضغط على الأطفال من أول مرة. هيك كم مرة هيك من بوكان لبوكان. الرابعة لوراء وهيك لوراء. أنا الطفل يعرف يتعلم شغلات. وهلا نبلش هيك هيك طريقة. مرة ثانية هيك نعمل شغلات شوي. زاك والكرة بالطوبة هيك. يبلش زكريا هيك من هذول يبلش فيهم هيك، وبعدين من هنيك يقول بلش يسوي الزيكزاك وشوية الخروج وشوية يتعلم الطفل إفادة الأشخاص حاليا. هاي الأحمر والأزرق هيك كثير حلو. تغيت يقول هيك يلعب بالكرة بالطوبة ومن هنيك بالزاوية بيقوي. أقرب وأقرب مشان يصير أصعب هيك، دي يقربنا على بعض عالمود يصير أصعب. لا بيقربنا على بعض او يسوين اصعب واصعب هيك طريقة عمود جسمه يصير. ولا يبلش
مرة ثانية بيطلعوا لهم مثل هاي أشخاص الواعي بده يلعب معهم. الطفل لحاله يقدر يعمل هيك شغلات على ما يتدرب ويتعلم. وبالهدف بالشسمه بأحسن طريقة. هلا من هون بده يقول كتير كويس. هيك صفاح هيك وين ليو علم التكنيكوس. هلا التمرين الاخير هو لحاله يروح مع الكره يركض مع الكره او يتعلم الكره يركض مع الكره بيهرول مع الكره كم مره هيك 4-5-6 مرات عم يتعود ما يتعب الكونديشن ماله يصعد اكثر واكثر. من هيك طريقة بيتعلم أحسن وأحسن. اللي هو علم التكنيك. هيك مليح